مثل ما يبدو أن لسان حال العراقي اليوم يقول: وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد إلى موصيني، لا طبعا يمتد إلى السليمانية. فما شفنا العام بهيج وقت بالوسط والجنوب تحول هالسنة لشمال العراق. نعم، شمال العراق اللي كان يظن نفسه أنه بمأمن عن الاضطرابات والمشاكل، نفس المشاهد ونفس المعاناة تكررت وجوز بصورة أبشع من اللي صار بالتحرير والحبوبي. الناس تريد تاكل خبز يا جماعة الخير، ما تريد مطالب تعجيزية، هي رواتبهم ماكو غيرها. الكاك يقول لهم المالات يم بغداد، وأبو بغداد يحملهم مسؤولية تصرف سلطة الإقليم، وعلى هالرنة عينك ناعم. ها إذا بقى عندهم طحين بعد أشهر من الانتظار للرواتب بدون ما حد يسمعهم. وفود تجي وفود تروح، ناس تجتمع وناس تسوي مؤتمرات، بس الحلوين بايع راس الشليلة كالعادة. لحد البارحة وفد كردستان مجتمع برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ومقدم تعهدات جديدة، يقال هالمرة مختلفة لأن الأوضاع بالإقليم ما عادت تستحمل. بس نفس الوقت نواب بغداد ما صدقوا وفرضوا أيضا شروطهم، وقالوا لازم تكون الحلول، كل الحلول عملية مو فقط حبر على ورق، وما تمس قانون العجز اللي صوت عليه البرلمان بدون موافقة الكرد. وما نطول عليكم السالفة، الخلاف هو هو، وكأنه الوفد هم راح يرجع بخفي حنين. بهاي الأثناء اكو ناس تتعرض لمسيلات الدموع والاعتقالات لأن رفعوا صوتهم بعد اليأس والإحباط اللي صابهم. والاسطوانة المشروخة مال السياسيين الكرد بخصوص عمار كردستان بددها تقرير صحفي أمريكي سخر من عمار الإقليم، وقال: عمي ترى عبارة عن كذبة، لأن اكو عائلتين هي المسيطرة ومتحكمة بكل شيء، وهاي العائلتين فرضت الضرائب على المواطن الكردي ما موجودة حتى بسويسرا. هذا مختصر المشهد احنا نقدمه، بس قلوبنا تبقى موجوعة مثل قلب المواطن الكردي اللي ما لاقي احد يقدم له شيء لحد الآن. فقط احنا العراقيين نتقاسم الوجع بينه، والسياسيين يتقاسمون بقية الأشياء بيناتهم.